قول لي الله يرحم لك الوالدين. انت يا من انت مشيت تزوج شالي خصك نعم اسدي تدور على المراه خرب بي ولاد تصيب في الساعه المراه ولا ما تصيبش في الساعه المراه واش تصيب ولا ما تصيبش ولا كاين اللي مازال كاع ما نهضر مع اللي تزوج وعنده التجربه واللي مازال راه عاد ما تخش هالبحر. على كل حال على كل حال اذا وجدت المراه الصالحه يا كاسي ايوا مشيت تخطبها وقالت لك انا ما نديكش ايوا تديها ولا ما تديهاش عجباتك ودورت عليها واش تديها ولا ما تديهاش قالت لك ما نديكش اسي يقولوا لي واش تديها ولا ما تديهاش يظلوا يهضروا يقول لي انا بغيتها وهي ما بغاتش وباها ما بغاش ايوا روح دور على اخرى ما بغاتش مالك كاين في هذه الدنيا غير هذه المراه والمراه مثلا وداك الراجل نعم اسيدي ما بغاش يديها ويبقى خاطرها تمشي روحها ترمي روحها من التروازيام انا بغيت ذاك هاك ذاك لا لا هذاك الشيء مكتاب ربي كيزوج شي وحده في الارض يزوجهم في السماء ولذلك ان شاء الله تعالى اسمعوا الى قصتين لنبني عليهما هذا الدرس. اما القصه الاولى فان فتاه مسلمه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجمت عليه في مجلسه وقالت له يا رسول الله إن أبي يريد أن يرفع بي خسيسته يريد أن يفرض علي أن أتزوج من ولد أخيه ابن أخيه لأن أخاه رجل مهم في السلطة ويرى هذا الأب أن قيمته لن ترتفع إلا إذا تناسب وتصاهر مع رجل عنده قيمة فهو يريد أن يشتري قيمته بابنته فيفرض عليها أن تتزوج بمن لا تحب لأنه يريده أن يحقق مصلحته من وراء معاناة إنسان آخر الظلم. أنا ما بغيت شابة لا ابنتي هو راه كولونيل ولا تزوجتي بولد عمك راه الحمد لله غادي نكبروا في عين الناس وغادي نصلى غادي تدخلنا ونوظفوا ولدنا ونوظفوا كذا تبارك الله وكون نسيبنا كولونيل ولا نسيبنا ما نعرف شكون. ففرت من ابيها وذهبت الى رسول الله لينصفها. فالمرأة ينبغي ان تكون لها شخصية فالاسلام حررها. فلا ينبغي للاب ان يستعمل الشطط في سلطته فيجري على ابنته ظلما. قتل إن أبي يريد أن يرفع خسيسته بتزويجي لابن أخيه وأنا لا أريده فمن ذا الذي يفرض أن يجمع بين قلبين متنافرين والله يقول في كتابه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم من يستطيع أن يجمع بين شخصين تحت سقف واحد وهما يبغضان بعضهما البعض احنا بالسيف ما يبغيش ولا ما تبغيش وروح ادي بالسيف عليك هذا ما كاينش هذا ظلم فهو يريد ان يزوج لابن اخيه فقط لتحقيق مصلحته المتوهمه وهي ليست مصلحه حقيقيه انما يتوهم انه في حاله ما اذا تصاهر مع رجل خطير مع رجل صاحب قيمه ان ترتفع قيمته كيف ترتفع قيمتك بشيء لا تملكه انت قيمتك ترتفع بالعمل الصالح بعلمك بما تملك بإنتاجك بأثارك الفارغون من الناس يريدون عياذا بالله أن يرتفعوا بما لم يفعلوا إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا يمكن لا يمكن. فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم هذه البنت المقهورة المظلومة التي دفعها الإسلام الذي حررها من كل آثار الجاهلية فخرجت على التو مسرعة إلى حبيبنا مرجعيتنا الذي يداوي جراح الناس ويحارب الظلم كيفما كان ومن أي جهة صدر فيقول لها لا ليس لأحد الحق أن يزوجك بمن لا تحبين ليس لأحد الحق أن يزوجك بما لا تريدين الله الله هذا بكريم اللي جا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا اجي باش تعرفوا كيفاش الناس تجهل الدين ديالها بكريم بكريم. فلما سمعت أن النبي أعطاها حقها
إذا بالبنت المباركة الطيبة صاحبة الأخلاق العالية تقول: يا رسول الله، أما وإنك قد أعطيتني الحق، وليس لأحد الحق في أن يجبرني أن أرتبط بما لا أحب، وهذا دين ندين به لله، فإنني الآن أقبل ما يريد أبي، وسأتزوج من ابن عمي. علاش؟ لكي أعلم بنات حواء من بعد النساء أنه ليس لأحد الحق في أن يفرض على البنت أن ترتبط بما لا تحب، بمن لا تحب. أنا جيت غير باش نكون مرجعية بالنسبة للبنات نتاع المسلمين إلى يوم القيامة، أنه إلا جا شي واحد من العائلة وأراد أن يشتط في اتخاذ السلطة ضد الفتاة فيفرض عليها ما لا تحب من الزواج بغير ما لا تريد، أن ذلك ليس من شرع الله، وهي في حل تستطيع أن ترفض ذلك، وليس عليها في الشرع شيء، بل هو واجب أن تفعله المرأة. الله يا بن ساكي دايرات، يا أحبابي كي دايرين الصحابيات الجليلات اللائي تربين في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. نعطيكم القصة الثانية إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله. مغيث هذا من موالي رسول الله، تزوج امرأة تسمى بريرة، خادمة تسمى خادمة النبي تسمى بريرة، كانت خادمة عند عائشة رضي الله عنها، لكن بريرة لا تحب هذا الرجل ففرت منه وكرهت أن تكون معه تحت سقف واحد، لم تتحمل. شوف أخويا، شوف القلوب، القلوب لا سلطان لأحد عليها إلا الله. القلب ديالك منين يبغي شي حاجه واش غادي دير له؟ منين ما يبغيش شي حاجه واش غادي دير له؟ سيد النبي كان يحب عائشه اكثر من النساء نتاعو كلشي، وكان يرفع يده للسماء يقول له: يا ربي اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تواخذني فيما تملك ولا ما ولا وما لا املك، انا نحب عائشه، هذا قلبي، ما عندي ما ندير. سئل رسول الله من قبل الصحابه: اي الخلق احب الي؟ قال: جبريل. قالوا: لا من البشر. قال: عائشة أكثر من كل شيء. قال: لا من الرجال. قال: أبوها. فهو يحب عائشة أكثر من حبه للنساء الأخريات، وكان لا يحب أن يهدى لا إلا في ليلة عائشة. ماذا يدير؟ اللهم لا تحملني زيد فيما تملك ولا ما وما ولا أمالك، حاجة تعقل بلا أملكها، ما ندير. وهكذا فإن بريرة لا تحب هذا الزوج، فكانت تفر منه، فذهب زوجها إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، أنا أحب بريرة حبا جما. شوفوا شوفوا الحكمة تاع ربي، واحد يحبه هي ما تحبش، يلا واحد يبغي يتكوى من النار باش يجتمع مع المرأة، والأخرى تكره باش تلاقى معها، وكاين العكس، شي وقتات المرأة تحب الرجل والرجل ما يبغيهاش. هذا الشيء قلوب، ما عندنا ما نديروا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندنا ما نديروا. قال له: يا رسول الله، أنا أحب بريرة وهي تفر مني ولا تريد أن تعود إلي، وأكاد أجن حينما لا أراها، اشفع لي عندها يا رسول الله، اشفع لي. روح قول الله يخليك رجاك النبي، الله يهديك ولي للراجل ديالك، علاش دير هكذا؟ شوفوا سيد النبي التواضع نتاعو، فخرج عليه الصلاة والسلام ليكون وسيطا بين بريرة وزوجها، وليشفع للزوج المتيم حبا بها. فذهب إليها فقال لها: يا بريرة، أنا شفيع جئتك من زوجك فهو يريدك إن شاء الله تعالى. على شك يربى منه. شوفوا اسمه، قلت له بريرة رضي الله عنها، شوف قلت له: يا رسول الله، أجئت آمرا أم شفيعا؟ أجئت تأمرني؟ إذا جئت تأمرني راه أمر الله ورسوله، ما ردوش. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما يمكنش نعصي الله ورسوله. أجئت آمرا؟ فليس لي إلا أن أقول سمعت وأطعت. أم جئت شفيعا ولا؟ قال: لا، جئت شفيعا، جئت أشفع له عندك حتى تقبلين شفاعتي. قالت: لا حاجة لي به يا رسول الله، أما وقد جئت شفيعا ولست آمرا، أنا ما قديش. لا إله إلا الله، واش تفرق؟ لا إله إلا الله، لا القلب هذا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله ما نقدرش.
فرجع عليه النبي فقال صلى الله عليه وسلم: ايه وما قدتش، ما عندنا ما نديروا له. واسم هو المقصود من هذا الزوج تاع الاحداث في سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ واسم هو المقصود ان شاء الله تعالى؟ المقصود واسم هو؟ هذه الفتاة لا تريد أن تتزوج بابن أخيها، حينما رفض الوالد ذلك يريد أن ترتفع أسهمه في الدنيا بين الناس، فرفضت أن تصير سلما يتسلقه الوالد لتحقيق مهاربه على حسب همومها وحزنها وما لا تطيقه. هذا ظلم، ظلم. والثاني تزوجها ولكن اللي ما قدرش، فاستدعت النبي ليتدخل شفيعا حتى ترضى، لكن لما علمت أنه إنما جاء شفيعا وليس آمرا قال لها: واخا مشيت أنا رسول شفيعا، لكن القلوب ما قديناش، سنعذبها سنظلمها إذا فرضنا عليها أن ترجع إليك وهي لا تحبك. له لا يجعلك تعيش تحت سقف واحد مع واحد السيد اللي يكرهك، ما تقدرش تسافر مع حتى زوج كيلومتر. إلا مشيتو في التران وواحد السيد يبغضك، وكان ذاك التران عامر وتفرض عليك باش يجلس معاك في الكرسي صابغي البلاصة اللي حداك، تعرف شي كي ديك السوايع كي تفوتها، راك تفوتها بحال اللي راك تنحرق بالنار. يا ربي يا ربي يا ربي، السيد ما تبنيت كان ما نشوفش غادي معايا، تبقى تدور على شي واحد تقول له بدلو بدلو. الله يخليك روح حتى انا، الله روح حتى انا. تاع الجلاس ما قدرش، ما يهضر معاك ما والو. هذه القلوب ما عندك ما تدير. لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك فصحة الزواج، صحة الزواج لا تتم الا بالشروط التالية. قاوش ندفشوا. للزواج اركان صحة لا يصح الا بوجودها. الركن الاول تحديد المتزوجة والمتزوج، أن يكونا معروفين. أنا جيت نخطب وشت المرأة، يا كسي وجينا عند مولي المرأة، وذاك باي المرأة عنده 4 تاع النساء. ماشي يقول له أنا زوجتك بنتي على كتاب الله وسط الله، يقول له زوجتك فاتحة. نتاع القادر زوجتك بنتي الثالثة فاتحة. ماشي أنا زوجتك البنت وأنا عندي 4 وفي الثالث ديلو الكبيرة. الناس يشهدوا على الفتاة المعينة، لا ينبغي أن يدخل هنا الشيطان في التفاصيل، فيدفع كثير من الآباء للإغرار والتغرير بمن لا يعرف الفتاة. وكم هي عياذا بالله المطبات والمصائب التي وقعت بعدم التعريف بالفتاة والشهود حاضر. حتى بيمشي الشهد يقول له ايوا راه زوجوا البنت، شكون هي البنت؟ الاخر عنده 4 ما يعرفوش شكون هي. بصح ملي كاع يسمعوا الناس يقولوا عبد القادر زوجته فاتحة بنتي، صافي عنده فاتحة وعنده جميلة وعنده أسلوة وعنده إسراء، أنا زوجته فاتحة. التعيين واجب. أنا كنمشي نحضر هكذا شي خطرات شي وحدين يخطبوا وما يذكروش البنت، نقول لهم يا خلا دار شركم ماذا تفعلون؟ لا يصح هذا إلا بذكر اسم الفتاة والفتى، وأن يكونا معروفين عند الحاضرين الذين يكونون شهودا في الدنيا وشهودا في الآخرة، فأنتم شهداء الله في الأرض. أيوه فهمنا هذه ولا ما فهمناش؟ واش فهمناها ولا ما فهمناش؟ باين يخصك تعين البنت. إلا عنده غير بنت وحدة واخا، تخيل واحد عنده الله يحفظه ويستر، نسأل الله تعالى اسمه، واسمه عنده، عنده بنت واسمه هي معوقة وبنت صحيحة، ويجي يقول له زوجتك بنتي، وفتالي يجيب لي المعوقة. اه لطيف، يقول زوجتك بنتي. بصح لو قال يقول له بنتي فلانة عندي وحدة معوقة، أنا بنتي فلانة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان أحد الرجال يمشي على شاطئ الفرات، يا ووجد على شاطئ الفرات وقد ساق إليه الماء تفاحة، ومن شدة الجوع أخذ التفاحة فأكلها، فلما أكلها تحرك قلبه وقال لعلي أكلت مالا فيه شبهة، لعله لأحد الناس وأنا لم أخذ الإذن من صاحبه. مصيبة.
فعلي أن أبحث عن صاحب التفاحة لأطلب منه السماح. الناس اللي كانت فيهم بكري إن شاء الله تعالى. ومشى إلى أن وجد بستانا تتدلى غصون شجر التفاح على النهر، وعلم أن التفاحة سقطت من أغصانها، فقال إذا صاحب التفاحة هو صاحب هذا البستان. فنادى يا فلان، فخرج رجل تبدو عليه مخايل الهيبة، فقال لا، رأيت تفاحة يسوقها ماء الفرات فأكلتها، فلما أكلتها تذكرت أن لهذه التفاحة مالكا، فبحثت عن ذلك فأيقنت أنك صاحبها، فجئت إليك أستسمحك في أكلها. قال له إيه أكلت، والله ما نسمح لك. فبكى الرجل أمامه، قال له أخ أسمح لك بشرط. قال له أسمح، أن تتزوج ابنتي وهي صماء لا تتكلم. ولا تسمع. وعمياء لا تبصر. وكسيحة لا تتحرك. ودي زعما على تفاحة وبتهلكني. قال له ما نهضرش معاك. يا هذه يضرب راسك. قال له غدا رد عليك. فذهب الليلة كلها يبكي بين يدي ربي. وفتلقى الحمد لله على كل حال، منين وجدنا السيد يسمح لنا واخا بهذا الشرط الصعيب، اللهم هذا الشرط ولا عذاب الله يوم القيامة. فالتقى به في الصباح فقال قبلته. قال جهز نفسك الليلة للدخول على زوجتك. فدخل على زوجته وإذا به رضي الله عنه يجد امرأة تستقبلها وجهها كالقمر، على قدميها تسعى مبتسمة ضاحكة ويقول لا حول ولا، استغفر الله استغفر الله، أعوذ بالله أعوذ بالله، أين امرأة الكسيحة التي لا تتحرك؟ أنا تزوجت فتاة ابنة صاحب البستان بهذه الشروط: امرأة لا تتكلم، لا تسمع، لا تبصر، لا تتحرك. قالت نعم أنا هي. قال أينك تتكلمين؟ قالت افهم مقصود أبي هذا الرجل، فكوني لا أتحرك ما تحركت قدماي خارج بيتي إلى الحرام قط، وما أحبت سماع المنكرات قط، فهي لا تسمع إلا القرآن، ولا تتكلم فيما يغضب الله قط، فإنما لسانها للتسبيح وذكر الله، ولا تبصر أبدا ما يغضب الرحمن قط، فلا تمد بصرها إلى ما يستجلب سخط الرحمن قط. وأتعرف لماذا زوجك أبي؟ منذ أن ولدت وهو يقوم الليل ويدعو الله في الأسحار قائلا اللهم قيض لابنتي رجلا صالحا يحفظ الأمانة، فاستجاب الله هذا اليوم حينما جئت تسأل أن يصفح عنك بسبب التفاحة. من هذا الرجل؟ النعمان. ترك من؟ أبو حنيفة إمام أهل الدنيا. الله 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 الله، هذا الشيء علاش نقول لك أن تحدد، أن تحدد شرط، أن تحدد. إلا مشي حتى تزوج السيد ما حدد، شفت اللي جاب له بنت أخرى، له أن يعتمد على الشهود لكي يشهدوا أنهم ما سمعوا اسم المرأة. وأنا ما أردت هذه، أنا ما جاي، عنده الحق، خاص إن شاء الله تعالى. الثاني، الشرط الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى اللي كنا نقوله على بريرة وعلى البنت اللي يبغى يزوجها بها، الشرط الثاني اسمه القبول والإجابة، كنقولها الصيغة، لأن أي عقد لا يصبح أبدا نافذا صحيحا إلا بتوافق طرفي العقد. القبول والإجابة. ما معنى القبول والإجابة؟ واحد يقول له زوجتك، هذا القبول، والآخر يقول له قابلت، واحد يقول زوجتك هذا الإجابة، زوجتك هذا الإجابة، والآخر يقول له قابلت هذا القبول.
هذا الشيء كاين في البيع والشراء وكاين في الزواج وكاين في كل شيء. اي عقد، عقد الزواج، عقد البيع والشراء، عقد القرض، اي عقد يتم بين طرفين فلا يصح العقد الا بوجود زيد رضا الطرفين. يعني يقول له الله يخليك انا جيت هنايا نمثل بين، نمثل هذا الولد هذا اللي غادي يخطب، يقول له بصفتي وكيل وكلني السي عبد القادر، جيت نخطبك اودي سيدي، نخطب عليك فاتحه للسي عبد القادر. هذا كيسميه الايجاب، يعني يقول هذا القبول ولا الايجاب. الايجاب انا بغيت نخطب، هو يقبل يقول قبلت صافي. الا قال ما قبلتش او لا قال خلوني حتى نفكر او لا ما كاين والو. الا قال ما ودي خلوني حتى 16 الزوجه ديالي ومن بعد ان شاء الله وانتم مرحبا بكم، ديرنا لاتاي وكلينا البغرير ومشينا مشينا، احنا ما شاهدينش على هاش لان ما سمعناش. تا يشاور ان شاء الله الزوجه ديالو داك الشيء ويتفق في الدار ويجي يعطينا القرار. الا ما كملش هنايا وما اتفقناش في المجلس ما كاينش العقد، لا زال لا يتم، لان اهم ركن من اركان صحه العقد هو يقول له اسمه راه مقبلو. وحنا اليوم اسمه كاين، اسمه كاين. حنا الان درك كان الراجل بكري يجي نقول له ان شاء الله تبارك وتعالى الله يخليك عطينا بنتك، يقول لك قبلت وما نعرفوش كاع القرار ديال البنت اللي هو كيهمها الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك البنت، البنت اللي ماشي مزوجه واش مدير، واش مدير تستاذن، لابد من ان تستاذن ان يؤخذ اذنها. وكانوا بكري يحشم يقول واذنها صماتها، يعني اذا قيل لها لقد جاء الى بيتنا من يطلب يدك على كتاب الله وسنه رسول الله، يقول لها واني اعرفه رجلا صالحا ولن يضيعك ان شاء الله، وانا ارعى الامانه واعرف الى من ازوج ابنتي ان شاء الله تبارك وتعالى، الله يحفظك الله يجزيك بخير. نعم هي تسكت ويغلب عليها الحياه صافي، هذاك هو القبول. اليوم لا، اليوم ما بقاش الحياه. الا قالت لك لا لا، الا قالت لك لا لا، واليوم الا سكت وما قالتلكش وما قالتلكش ايه، الا سكتت عرف اللي مع القاوس مرة في راسها. نعرف واحد بغى يفرض على بنته، جا واحد من الخارجي انا عارف هذا الصديق ديالي، هي باغيه تدي هنا واحد في المغرب، واللي شاف هذا السيد جا من الخارج هو عارف، امها قالت له يا ودي الله يجازيك بخير البنت راه باغيه واحد هنا، قال خلينا تراكير هنا واسمن هنا واسمن هنا. ففرض عليها ان تتزوج بهذا الشاب من الخارج. الله، وحضرنا احنا وحنا حسبنا حضرت العرس انا حسب لي بإلا كل شيء يتم ان شاء الله بالرضا. ولكن لما ذهب بها الزوج الى الخارج قالت له يا راني غير مضغوطه، انا راه غير تعذب. فلم تعاشره معاشره الزوجه وظلت تتمرد وخرجت من البيت وطلقت، وحضرت حتى القضية الطلاق وذاك الشيء وكذا كذا، وهي تعيش الآن وحدها وضيعوا كاع، ضيعوا كاع مادة هذا ما بقات ليه. علاش أسيدي حسب كي الناس كيما بكري البنت كيما بكري، علاش أسيدي؟ وثاني البنت اليوم السيد على من يزوجها؟ على من يزوجها؟ يزوجها لأن السيد عنده الفلوس، ما يشوش بلا ذاك السيد عنده الفلوس راه كيبيع المخدرات ولا عنده الكانتينة. شحال من بنت كتقول لي، وشحال من بنت كتقول لي انا زوجني با السيد اللي كيبيع المخدرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. وسئل الحسن البصري لمن نزوج بناتنا؟ قال زوجوهم لمن يخاف الله. الذي يخاف الله ان احب زوجته اكرمها، وان ابغضها لا يظلمها، فإيمانه ودينه يمنعانه من أن يظلمها حتى ولو كرهها. ألم يقل الله في القرآن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حتى وإن كنت تبغضها فأنت تعاملها بما فيها من أخلاق طيبة وتتغاضى عن أخلاقها السيئة. وهذا المؤمن يتعامل مع الناس دائما بما فيهم من خير ويتغاضى عما فيهم من شر حتى تستمر العشرة. والله يعطي هذا العبد الذي يحسن التعامل مع الناس ويقدر في الناس ضعفهم يعطيه الله أجر عظيمة. إذا هذا الشرط الثاني الوقت، الشرط الأول يكونوا معلومين ياك راك هو تابعين ولا ما تابعين، الشرط الأول يكون زعما
معلومه البنت والشرط الثاني كيكون القبول والايجاب وماشي بالباين. يخصنا نعم اسيدي يكون عندنا دليل على. واليوم الله يحفظه ويستر نسال الله العافيه راهم البنت يمشيوا لهي هاك وتجيو حتى تقول قبلت ما تسيني عند العدل حتى تقول قبلت الحمد لله. المساله الثالثه ان شاء الله تبارك وتعالى حضور الولي الذي يعقد الوالد واسترك هذه كرموصة غير تجي طايحة وترفدها ما عندها والو. اللي عنده الأصل كيقول أنا بنت أصل أنا ماشي راني شيطان مرمية في الطريق روح للدار روح عند با اللي ولد وربا وقرا البنات نتاع الأصل يقولوا هكذا. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل ثلاث مرات. يخص الولي يمشي ويحضر. أنا نزوج بنتي أنتم ما قلعتوش الشرع ما قلعوش خصك تقول الحق. لكن الجمهور كله لأن سيدي ربي سبحانه عز وجل دائما كيتكلم عن الزواج يقول واسمه يقول خص الولي يحضر. ولا تنكحوا المؤمنات. ما معنى لا تنكحوا؟ أي أنتم أيها الأولياء لا تنكحوا، أي هنالك من يمارس مهام الولاية فهو الذي ينكح أي يزوج. صح في الرجال قال ولا تنكحوا المشركات. أنتم لا تنكحوا، أنتم الرجل يمشي يخطب وعده ما محتاجش للبين. صح جات المرأة قال ولا تنكحوا. يعني أنتم من يقوم بتزويج البنات. هذا القرآن هذا. إذا الولي الباين ولا ما كاش الباين الجد ولا ما كاش الجد الاخ ولا ما كاش الاخ العم ولا هكذا ولا ما كاش كاع حد الناس كاملين كاين قاضي المسلمين هو الولي قاضي. فوقاش يمكن الولي يستغنوا عليه؟ فوقاش في حالة ما اذا كان الولي ظالما لا يريد تزويج البنت ولا تعضلوهن لا تعضل العضل واسمه هو أن تمنع البنت من أن تتزوج من حقها في الزواج. هذا شطط في استعمال السلطة. وأنا غادي يقول له لا ما يمكنش تحرم واحد المسلمة مما افترض الله عليها وأوجب عليها من زواج حينما تجد الكفء لها. البين خص يعاون على ذاك الشيء ويوجهها إلى كان البين يمنحها من حقها ويمنحها من شرع الله ويمنحها من ان تعف نفسها وتحصن نفسها باش تكون واحد الاسره مسلمه ويستمر النسل المسلم. هذا انترك ظالم. هذا لقيته يتدخل الشارع لكي يمنع الوالد من منع ابنته من حقها في الزواج. هذو ثلاثه الولي. الرابعه ان شاء الله تعالى الشهود هما انتم اللي راكم تحضروا الشهود ان شاء الله تعالى شاهدي عدل على الاقل. وكلما كثر الشهود في آخر الزمان حينما تفسد ذمم الناس كلما كان ذلك أدعى للارتياح. فإن في آخر الزمان مع وهن الدين وضعفه في قلوب الناس فالأفضل أن نكثر من الشهود. أما ذاك اللي يزوج سرا بلا شهود وكيقول لك دات الفاتحة دائما كان جاوبهم تقول لهم يا أخي لا دار شركم زواج الفاتحة غير رحت تلعب أنت وياهم. الفرق ما بين النكاح والسفاح هو أن النكاح زيد يتم إشهاره لأن الإنسان يفرح بإظهار نعمة الله عليه ومن نعمة الله طاعة الله ومن طاعة الله الزواج فهو شطر الدين. أما اللي يدير واحد الحاجة مخالفة للشرع بالسيف غادي هو يدسها الحاجة اللي ما تكونش شرعية هو اللي الإنسان يدسها. وأنت تزوج وتدس يقول لك لا عندي المرأة الأولى ما بغاتش تعطيني الإذن بغيت ندير أنا وياها إن شاء الله تعالى ذاك الشيء حسي مسي. يقول لك سمو لك الخبر وجاو عندك يدير لك واسمو واسمو يدير لك يدير لك الخيانه الزوجيه ويدوك الحبس انت وياها كيما تسد هذا مسكين فوت العيد الكبير فاش في السجن هو والمراه لان المراه كسبت الخبر وجات تجري وقالت لهم في النهار الليله تاع العرس ديالو خلاته وجابت له البوليس وصابوه مزوج البندير يضرب وفي التالي فوت ذاك الشيء في الحبس. علاش انت توصل روحك لهذا الشيء؟ ما كانش سرا ما كانش الفاتحة كاين القضية الآن واسمو هي الشهود والإعلان الإعلان بحال الإعلان ديال اليوم. أخيرا وليس آخرا لما فسدت ذمم الناس ياك
ودرنا كاع الشروط، معروفة البنت ومعروف الولد وكاين القبول والإيجاب وكاين الوالي وكاين الشهود، ولكن يحتاج الناس عند خير عندما تفسد ذمم الناس يحتاج الناس لتوثيق ذلك، فإن عدم كتابة العقد لا يجعل المؤسسة أيوة تستحق حقوقها عند السلطات المفروض فيها أن تضمن تحقيق وتطبيق بنود هذا العقد بين الطرفين، لأن أنا ما عندهاش الكاغد في التالي لا جرى موراها الزوج وقع خلاف ويقول لها بالسلامة عليك أنا ما اديتكش، فين كي غادي تثبت باللي تزوجت؟ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الآن أصبح هذا واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن الواجبات هي أن ننفذ بنود الاتفاق في البند، وإن أحق العقود إيفاء لكل البنود هو ما استحللتم به الفروج، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولكني إلا ما مشيش جرد إن شاء الله تبارك الكاغط، من ذا الذي سيفرض على الطرف الأقوى تطبيق حقوق الطرف الأضعف إلا ما كانش عندك عقد، فتلزم السلطة القوي وتطبق عليه البنود، منين غادي تجيب؟ لمن غادي تقولها؟ وانا حضرت العدد نتاع الحالات اللي مشى الراجل يسمح في المراه الله يحفظه ويستر، وقات الدور يعطيها الزواج تاع الطلاق يعطيها الكاغد الزواج والطلاق، لان كيفاش كانت تمشى معاه مع 3 سنين كدير تثبت لذوك الناس اللي كانت مزوجه وطلقت، كي غادي دير؟ وهي تقري الناس القران، كي غادي دير مع ذوك الناس؟ والله لا يشوفوا، والعفريت قال له والله ما راني داير لك الكاغد، الله يحفظه ويستر. ولذلك لا بد من توثيق العقد، توثيق العقد ما يبقاش كما بكري كما جدودنا كانوا كيتزوج الشهود صافي ما يوليش، الرجال الرجال والنساء النساء والعائلات عائلات، الايمان قوي يضربوا بالرصاص وما يتراجعش، احنا اليوم لا ولا عمي احنا دير لك ما عنده ما عادش 10 ولا اللي مزوج بهم الفاتحه، فين ما مشى راه داير الفاتحه، مشى هذيك الزنقه دار الفاتحه، اللي عنده الاخرى في الزنقه ما عندهاش الخبر عنده الفاتحه، مشى لاوروبا عنده الفاتحه، وحتى واحده ما حاسبها، هذا لعب، هذا اعتداء على اعراض الناس. اذا فاردت هذه الليله حسب ما يفتح الله ان نتحدث ان شاء الله تعالى تنويرا للشباب قبل الاقدام على الزواج، الخطوات الضرورية بل أركان شروط صحة العقد باش يكونوا عارفينها إن شاء الله تعالى، هذه مسألة خص بنادم يعرفها، لأن الإنسان لا يقدم على فعل في الشريعة إلا إذا علم حكم الله فيه. كي تجي تزوج يصبح مفروض عليك فرض عين أن تتعلم إن شاء الله أركان صحة العقد، ماشي غادي والسلام عليكم. ولذلك لا بد من معرفة أن من الأركان ايوا ان تعرف يعني الفتاه يعرف الفتاه، وديك الفتاه اللي غادي تزوجها ما تكونش من المحرمات، ما تكونش بنت اختك، ما تكونش بنت خوك، ما تكونش محرمه بالرضاع، ما تكونش محرمه بالنسب، ما تكونش من المحرمات اللي كاين في القران، تكون معروفه. ثم بعد ذلك القبول والايجاب، ثم بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى حضور يعني الولي لابد، ثم الشهود، ثم التوثيق. احفظوا هذه الخمسه الله يرحم والديكم واعملوا بها، فليس القصد هو ان تحفظ ولكن ان شاء الله باش تعمل بها وتقولهم للناس. بس السيد من يقول لك واش هذا العقد صحيح ولا مش صحيح، تقول له رانا نشوفوا الاركان، الا الاركان موجوده كامله راه هذا عقد صحيح ولا ما كايناش، قول له ريض السي محمد ما تغامرش.